سيد أوري، يعني سيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد زار الاتحاد الأوروبي في مرات سابقة وتحدث عن ملف الإيراني، وهنا رأينا أيضا في هذه الصور التي أتتنا هناك من هذا المنتدى نتنياهو يناقش أيضا ملف الإيراني مع الدول الأوروبية. ما جدوى هذه اللقاءات الثنائية في منتدى كما تحدث منتدى اقتصادي بالأساس؟ أني خشف أعتقد أنه يدور هنا صراعات أخرى. إن المؤتمر في دافوس هو حدث مهم جدا، وكما قال السفير لبنان إنه حدث لديه ترتيبه وبرنامجه الخاص وموقفه الخاص. أعتقد أن الرئيس ترامب ونتنياهو عندما يخرجون هذه التصريحات يصدرونها إنهم يضرون بمساعيهم والأهداف التي يرغبون تحقيقها، يبدون وكأنهم غير موجودين في المكان الغير الصحيح. حديثهم لا يناسب البيئة في دافوس، وهي بيئة تحظى بتغطية إعلامية كبيرة، بل إنها بالفعل ماكينة مزيتة وتعمل كما يجب. يقولون نعم يتحدثون، سيتحدثوا ونحن سنمضي قدما. انطباعي هو أن رئيس الوزراء والرئيس ترامب لا يحظون بنجاح كبير في مسعيهم لإقناع الأوروبيين بتغيير الاتفاق. كما قال السفير هناك بعض الأقوال الجميلة، نحن سنسعى لتحسين المستقبل، ولكن كما أرى القسم النووي في الاتفاق لن يتغير ولن يتحسن. إذا كان هناك نقاش سيكون النقاش على ما يبدو على الصواريخ البالستية، والرئيس ترامب كما قال ما قاله عن القدس كذا سيتحدث عن إيران. حتى الآن لا أحد يأخذه على محمل الجد.